المحافظه سيصبح هناك نتائج واضحه وملموسه لتطوير منظومه التعليم. ونظرا لالتزام محافظه الجيزه بالخطوات المنهجيه العلميه وبتحقيق الشراكات بين كافه الاطراف وقد اصبحت رائده في مجال التعلم والتعليم المستمر، فقد تقدمت محافظه الجيزه الحصول على جائزه اليونسكو لعام 2017 لأفضل مدن تعليمية. وبفضل الله زي الدكتورة منال أعلنت دلوقتي تم الحصول عليها في وقت قصير جدا، الحصول على أضوية ببرنامج التعلم لليونسكو، وهو ما كان دافعا وحافزا وللسعي المستمر والتطور، وهذا كله من خلال مجهودات كافة السادة الحاضرين ودعمكم الكريم المستمر للمحافظة من كافة الجهات والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وكذلك من خلال تكامل جهود جميع أفراد وفؤاد وهيئات المجتمع. اللهم وفق لما فيه خير لمصرنا العزيزة بإذن الله. السلام عليكم. الشباب متواجد، مش هننسى دور الجامعه، دور زي الدوله